اهلا بكم مره تانية. حلقتنا النهارده هنبداها باحتفال منظمه الامم المتحده للعام الثالث على التوالي بعيد الاب، وده كان بحضور عدد من رموز الفن المصري والعربي. وطبعا كلنا عارفين ان الاحتفال ده حديث في مصر زي ما قال يحيى بالظبط، بقاله 3 سنين بس. لكن السؤال دلوقتي، هل فعلا الاحتفال باليوم ده له نفس الاهتمام باحتفالات عيد الام؟ هو عاده الصراع بين ادم وحواء ما بيخلص، بس طالما هم طلبوا بالمساواه يبقى لازم نتساوى في كل حاجه. انا كمان يا يحيى مع الراي ده، لكن دلوقتي خلينا نروح نشوف اخبار كتير ونشوف كواليس من الاحتفال. رغم ان عيد الاب مناسبه خاصه بالرجال، لكن ده ما منعش بعض الامهات من التوابل. سعيده جدا لفكره عيد الاب برضو، لكن هو الام لا يعادلها حاجه. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال له امك ثم امك ثم امك. هي الام مهمه جدا، امك ثم امك ثم امك ثم ابوك، لكن الاب برضه مهم لان هو اللي بيصرف. يعني طبعا الامهات مع كامل الاحترام لهم بيتعبوا، بس احنا بنتعب اكتر عشان نربي ونكبر ونعلم. احنا راس المال، احنا اللي الولاد محتاجينه الفلوس. ذكر بتاع البيت يعني، فلازم يتعمل له حساب وما يهويش منه الحكايه، يعني ما تهويش. كل سنه وانتم طيبين، وانا بقول لابويا، لان ابويا خلاني اربي ولادي صح. الظروف الصحيه ما منعتش الفنان القدير جميل راتب من المشاركه في اليوم، وحضر برفقه مدير اعماله هاني التهامي. حاجه بسطته جدا، وهو بيعتذر للجمهور بتاعه عشان ظروفه الصحية، وعشان حصل عنده مشكلة في الصوت وما عادش قادر يتكلم. الصوت بيتكلم بس مش طالع زي الأول. يعني أنا بحبكم جميعا، أبوس إيدك وأبوس راسك وأعيش خدامك ومداسك. لو كنت يوم قصرت سامحني يا